انا اللي لاحظته صراحه بمجتمعاتنا، وفي لك المره الثانيه اسال مجرب ولا اسال طبيب، انه نحن عندنا ضعف، مش نحن كمرضى، كمجتمع عربي صراحه أنا بشكل وشرقي، عام انه مجتمع عاطفي بيبدي تعاطفه للناس المصابين او كذا، ما بنقصر بهذا الموضوع، في موضوع التعاطف كبير جدا جدا، بس ما بنقدر نساعد او عندنا ضعف بتفهم انه القبول، المرحله هي الخامسه، الانتقال من الحزن للقبول. يعني شخص بيكون مرة صار مرحلة، يعني انا صراحه بحكي لك قصه بسيطه. احد اصدقائي عنده احد الاطفال المصابين باصابه شديده، يعني في عنده اعاقه دائمه ووضعه يعني محزن، لما صار معه هذا المرض زعل الاب عليه طبعا، مر مرحله المراحل الخمسه، هي وصل مرحله القبول، هذا قضاء الله وقدره. فمره مارق بمنطقه يعني باحد الاماكن، فشافه رجال كبير من يعني كبير بالعمر، فقال له معلش ادعي له لابنك. فقعد حط ايده على راس الطفل وقعد يدعي ويبكي ويبكي لحتى ما الاب طلع كده، يعني الاب شاف هيك هذا ابنه، رجع له كل الحزن، رجع له كل طيب يا جماعه هذا خطا. يعني انت يا مره ثانيه، انت المصاب بمرض تجاوز مرحله الحزن او كذا وصار له القبول، انت لازم تدعمه وتشجعه وتساعده على البقاء مرحله القبول، ما تخليه ينقص ويرجع. فوالله العليم انه نحن ضعف مجتمعنا بثقافه الدعم النفسي او الدعم اللي نقل المرضى لمرحله القبول، ربما عم تخلي معظم المرضى بالاكتئاب اللي هي الحزن، وبالتالي عم نقوله لانه عرف المرض حيبقى بحاله الحزن. شو رايك في التحليل نعم، هذا؟ أنا صراحة موافقك فيه. يعني أنا بشوفها هي وجهة نظر عملية وواقعية. وشيء آخر كمان، يعني مشان ما نكون مجحفين لمجتمعنا، هذا الأمر مو سهل، هذا الأمر بحاجة تعليم. يعني هلا حتى هون مثلا بتلاقي بأمريكا مثلا عندك سايكو سوشيال سبورت، الدعم المجتمعي والنفسي هو جزء لا يتجزأ من العلاج. يعني ما يعني قبل ما تبلش علاج كيما، قبل ما تبلش أي شيء، بتلاقي بعثوا لك العامل الاجتماعي، الخبير النفسي، مشان يساعدك ويعلمك، مو بس أنت، ويعلم أهلك كيف ممكن يتعاطوا مع هذا المرض، يتعاملوا معك، كيف ممكن يدعموك. يعني حتى الحزن، يعني نحن كبشر ممكن مفطرين على طبيعة الحزن إنه يصير معنا، ولكن ممكن تتعلم كيف تحزن بشكل يعني أخف شوي، أو ممكن بشكل فعال. ممكن يكون الحزن يعمل لك موتيفيشن، يعمل لك إنه دافع إنه أنت تستمر، دافع إنه تشتغل، انك تعمل شيء. ولكن مشان ما نحيد كثير عن سبب حوارنا، انه الحزن هو سبب انه مقنع من ناحيه الاهل، انه هن مشان هيك بدهم يخبوا على المريض. ولكن نحن كاطباء، يعني صراحه نحن المفروض نكون محترفين بهذا الموضوع. تمام لازم نكون داعمين، نحن لازم نكون اوبجكتيف، لازم نكون موضوعيين بهذا الموضوع، لازم نساعد المريض انه هو يعرف اللي بده اياه.